يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هل الاستعانة داخلة في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو داخلة في الجميع؟ الاستعانة من عمل العبد، من عمل العبد، فهي داخلة في العبادة، وإنما عطفها عليها من باب عطف الخاص على العام لأهميته. إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله إياك نعبد يدخل فيه الاستعانة، ولكنه عطف الاستعانة خصها بالذكر من باب الاهتمام بها، وهو من عطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. وقوله حافظوا على الصلوات يدخل فيه صلاة العصر، ثم عطف صلاة الوسطى أو قوله تعالى حافظوا على الصلوات يدخل فيه الصلاة الوسطى، ثم إنه خص الصلاة الوسطى بالذكر وعطفها فقال والصلاة الوسطى، فهذا من عطف الخاص على العام اهتماما به. نعم. وهي من توحيد الألوهية، الاستعانة من توحيد الألوهية. نعم.